يا أهلا فيكم مشاهدينا في فقرتنا الحوارية الثانية، واللي أكيد يسعدنا أن نلتقي فيها مع الأخت هيا العمران وجنان الجناعي في مشروع معا التنموي. صحيح؟ صح. مشروع معا التنموي، يا أهلا فيكم، يسعد مساكم. حياك الله. في البداية أكيد نبي ناخذ فكرة عن هذا المشروع التنموي. نبتدي معك ولا مع جنان؟ اللي حاب يحكي تفضلوا. مشروع معن، اول شيء اقول لك ان اي دوله الحين متقدمه قائمه على شنو؟ على الشباب. حلو. اي دوله الحين متقدمه بالصناعه متقدمه على الشباب، هذا احنا مشروعنا تنموي شبابي، يقيم على الشباب، ان احنا قاعد ننمي شباب الكويت. هذا هدفنا. بعد التنميه ننمي ديرتنا، هذا هدفنا العام. مشروعنا ينقسم ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الأمسيات، عندنا أمسيات، هالأمسيات الشبابية يقيم عليها الناس المجالات، وكل واحد يتكلم مجاله، شخص متخصص بالطب يتكلم عن الطب، وهالمجال يعني الرياضة، نجيب ناس ناجحين بمجال معين. بعد ذلك عندنا الأكاديمية، كل اللي يشارك معانا وحاب انه يروح الأكاديمية عبارة عن دورات، شوية دورات مجانية للشباب وتخصصية أكثر، تنمية ذات، قدرات، عندك المشاريع كيف يكون، يعني صقل الشباب. صقل نعم. وثالث مرحلة هي مرحلة المشاريع، اللي مشاريع عندنا تطوعية ومشاريع ربحية، اللي ما شاء الله عندنا 12 شاب صار عندهم مشروعهم الخاص. جميل. من المتطوعين معنا اللي حضروا ثلاث مراحل تدرجوا بالفعاليات. طب بالبداية نبي نتعرف على عمر المشروع، عمر المشروع 3 سنوات على ما أعتقد. صح. 3 سنوات. أنتم نفس الأعضاء اللي كانوا في هذا المشروع من بدايته إلى الآن، ولا تغيروا ولا زادوا ولا انقصوا بالضبط؟ مع إن بيت كبير، في الداش وفي الطالع، بس اللي طالع منا مع شهاداته ودوراته وإنجازاته. في منا اللي عمرهم بالمشروع 3 سنين، وفي اللي توهم من أسبوع معانا. جنان وهي من التأسيس تقريباً. تقريباً. جميل، يعني مشروع جميل ينقسم إلى أكثر من جانب. اليوم كان عندكم أيضا جولة جميلة وحملة جميلة حابين نتكلم عنها بالضبط. الوردة هذه يمكن ترمز إلى هذه الحملة. صح. كلمونا عنها. اليوم كان عندنا فعالية إيجابية كنا نستهدف فيها الموظفين. دائما تقولون الخميس الونيس، والأحد ليسار الأحد التعيس وما نبي نداوم. ليش؟ لازم نغير هالفكر، لازم نغير هالتفكير السلبي وحوله حق إيجابي عموما. هلا. يعني أنا بحاجة أن أبدي يومي بشيء إيجابي عشان أنجز، عشان أحقق أهدافي، عشان أكون مثمرة وأنمي لحولي. أنا أكون مبتسمة وإيجابية رح أثر عليه، صدقيني. فيوم الأحد هذا يوم الأحد اللي ببدي فيه أسبوعي أبدي فيه متشائمة، يعني فلحنا خير، ما راح انجز كل بشكل جدا سيء. اكيد ما نسوي هالشيء. فقدمنا هالاهداء الايجابي البسيط اللي طبعا كان راعينا الرسمي في هذه الفعاليه هم اسنان توال، وايضا راعينا المحترف حسن الاميري هم اللي ساعدونا في التصوير. ما قصروا العافيه، ما قصروا يعطيهم العافيه، هم اللي على طول وافقوا ويانا ومشوا ويانا وقالوا لنا سووا اجراءاتكم واحنا معاكم. جميل. يعني هذه الحملة التطوعية كانت عبارة عن فعالية اليوم جابية. كانت الصبح معا الإيجابية، فعالية معا الإيجابية، معا ابتسم، معا الإيجابيين، عبارة عن توزيع 2000 وردة. نعم صح. وفيها 50 عبارة مختلفة. إيجابية مختلفة. حلو. مثل ما تشوفين هني، خلنا نقرأ اللي مكتوب على هالبطاقة. كل أحد نعم. كل أحد فيك يبتسم، ابدا اسبوعك بابتسامه، راح تنهي باذن الله بابتسامه. فانا اخاطب هنا المجتمع، اخاطب الشخص اللي يستلم الورده، ان فيك تتغير ديرتك، تغير حياتك، تغير محيطك. طيب شلون لقيتوا ردود الناس؟ يعني اليوم انتم اعتقد نزلتوا في شارع البنوك. صح. عندنا في العاصمه في الكويت. صح. شلون لقيتوا ردود الناس، تفاعلهم معاكم؟ شيء خيالي، اصلا الناس كانوا يوقفون لنا ويأشرون. هو كافي شوفت الورد. شيء إيجابي. ردودهم كانوا يقولون لنا ما نبي بس هالأحد، نبي كل أحد. وايد استانسوا،
وايد حسوا ان هل هالشيء البسيط صج اثر فيهم، كافي ابتسامتهم اللي احنا نبي نشوفها يوم الاحد، ما نبي نشوف اي احد مقلدم، نبيهم كلهم مبتسمين. ومو بس كذي، انا عندي ناس احنا رحنا كذا مكان منهم الهيئه المعلومات المدنيه، مجمع الوزارات، على الموظفين اسنان، اي كلهم موظفين، انا استهدف موظفين المجتمع الكويتي بكافه شرائحه. فلما رحنا في ناس قالوا احنا محترين ان شفنا بالاكونت مالكم سناب او اكونت اسنان بسناب شات رايحين الشارع واحنا بورد، فصدفه يتون لنا. فانا حبيت ان هم متشوقين ويبون هالشيء، يعني انا اذا هذه رحنا لهم فما بالك باقي الوزارات باقي المواطنين، فاحنا نحتاج هالجرعه الايجابيه. بالعكس يعني دشينا عليهم كانوا خاملين، قاعدين غيرنا مودهم وشيء وايد تغيروا وقالوا يعني يعودوها علينا باور زياده وايد، واحنا صار فينا باور، عرفت تدشين اعطيك باور تعطيني، وانا يعني كان شعور جدا رائع. وايضا استانسوا ان شافوا شباب الكويت قاعد يبادر بهالفعل الايجابي. جميل. طب هذا المشروع يعني اكيد يحتاج الى دعم، سواء الحملات التطوعيه او ايضا الدورات اللي تقيمونها اليوم، نبي نعرف هل في جهات تدعمكم؟ هل في قطاعات معينه تدعمكم؟ طبعا احنا في تحت الهواء قلتي احنا ما زلنا محتاجين الى دعم، نحتاج رعايات، نحتاج جدا يعني ما قصروا وزاره الشباب تعطينا برعايه بحملتنا جود من ماجود اللي تصير كل سنه، عندنا اسنان رعتنا مثلا هالمبادره الفعاليه الايجابيه، بس احنا نحتاج يعني احنا وايد عندنا افكار وطاقات بس ما نقدر نطبقها على ارض الواقع لان ما عندنا الراعي. يعني اليوم قاعد يقولون نبيها كل احد، فاذا يبونها كل احد اكيد لازم يكون عندنا راعي يدعمنا حق كل احد. طب اللي حاب يدعمكم اليوم يعني شلون يتواصل معاكم؟ هل في انستغرام معين؟ اي انستغرام. نعم. وتويتر وسناب شات. نعم موجود الانستغرام، كل واحد اصلا حد يضيع يلقونا مع سناب شات وانستغرام زائد موقعنا هم تويتر كلهم مع الكيو 8. جميل. نبي نعرف اهميه العمل التطوعي، نبي نتكلم عن هذا الجانب كونكم اليوم انتم تمارسون العمل التطوعي، اهميته بالكويت. انا اتوقع نجاح المجتمع وتطوره من الاعمال التطوعيه اللي يقوم فيها شباب هالدوله، لان العمل التطوعي فيه الشخص يسقل ذاته، يكتشف نفسه، وايضا دائما الاعمال التطوعيه يكون فيها جانب خيري، وهالجانب الخيري اكيد فيه راح يفيد في نفسه ويحفظ في ديرته ان شاء الله. شو اللي راح يختلف ان شاء الله في مشروع معا التنموي في الايام القادمه كونه هو صار له اعتقد 3 سنوات متواصل، شو المختلف ان شاء الله او التطورات اللي راح نشوفها في الايام المقبله؟ احنا مراحلنا موجوده وثابته، ولكن عندنا البوب ابس هذه الفعاليات والحملات، مثلا هذه عندنا الحمله، عندنا ان شاء الله يوم راح يكون للمسنين رد جميل لابائنا وامهاتنا، راح نسوي يوم يخصص حقهم فعاليه، باذن الله شويه يتعدل الجو مخططين، وعندنا الصالونات التنمويه والثقافيه راح تدخل المدارس السنه، فراح نختار هم اماكن هي تكون مفتوحه أو مغلقة عشان نناقش موضوع معين، العطاء، المحبة، تنمية الذات بشكل بسيط، بشكل أن الشباب ساعة مناقشة بحوار مفتوح. فهذه فعاليات إن شاء الله حق السنة. وإن شاء الله إحنا على الأسبوع الجاي راح نبلش في حملة جود من ماجود. حق شهر رمضان. إن شاء الله بإذن الله. واللي حاب يتطوع معنا حياهم الله. وبالنادي العربي إحنا موجودين طوال رمضان بإذن الله، راح نوزع الصبح توزيع. والعصر راح يكون او بعد الفطور التغليف. نعم، يعني راح توزعون وجبات غذائيه طوال شهر رمضان ان شاء الله للمره الثالثه. نعم، وهذا يكون تحت رعايه وزاره الشباب تحديدا. يعني نقدر نقول اليوم الداعم الرئيسي لكم وزاره الشباب. صح. اي دعم رئيسي معنوي، يعني احنا ندري ان شاء الله موجودين هم ويانا كافي، وحتى هيئه الشباب وهيئه الرياضه ما قصروا معنا ايضا من الداعمين لنا. جميل. الحملات التطوعية عادة يعني تتشجع القطاع، يتشجع القطاع الخاص للتعاون معاكم فيها، ما يتلكم أي بادرة من هذا النوع أن حابين يتعاونون أو يقدمون لكم سبونسر معين من الجهات الخاصة؟ نعم، يعني مثل اليوم أسنان تاور احنا قدمنا وهم، بس أنا كمبادرة لا. كمبادرة لا، لازم أن احنا نسعى عشان نحصل هذا الدعم. جميل، يعطيكم العافية، نشكر اليوم وجودكم معنا، طبعا الوقت ضيق وأنتم تعرفون عندنا الكثير من الفقرات أكيد واللقاءات، يعطيكم العافية. هي العمران جنان الجناعي مؤسسين مشروع معا التنموي، شكرا لكم. شكرا. فاصل مشاهدينا ونعود.